بين نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه والترق منا الدماء والترق منا الدماء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواننا في الاسلام جميعا. احنا بنسوق لكم بشرة كبيرة ان شاء الله، ان دي يعتبر اول قضية حقيقية، يعني او اول حاجة حقيقية جنائية مرفوعة. فالامر مش هينتهي، الامر لن ينتهي، المرة دي لن ينتهي الامر، لانه اما ان انا اطلع كذاب لا سمح الله، وفي الحالة دي لازم اتعاقب لان انا اثرته كده، واما انه يوجدوا حل لهذه المشكلة. والحمد لله رب العالمين، كل الأدلة معانا، كل الوثائق معانا، واللي بينقي هذا الكذب يعني مئات الأدلة الإخوة عارفينها، وكان المستندات اللي بيتكلموا عليها أنها ليست بحوزتنا، بحوزتنا مستندات، المستندات الأصلية الصحيحة اللي كاملية، ربنا يفك أسرها قريبا 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 يعني. وأنا أبشر الإخوة جميعا قريبا، وبقول لإخواننا في الوطن برضو والسلام لكم، قريبا قريبا بإذن الله انتهى الأمر وراحت المخاوف كلها، الموضوع انتهى وخلاص، ما هي إلا أيام وتكون بين أيدينا أختنا كاميليا بإذن الله حرة طليقة، زي ما أخوانا بيهتفوا كاميليا شحاتة لازم ترجع، بين أخواتها تصلي وتركع. فالخلاصة احنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا 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 في القضية بتاعتنا، وما هي إلا أيام، أيام بقول لحضرتك بس. والمستندات اللي احنا مقدمينها للنيابة النهاردة إن شاء الله تفحص وتنظر. المستندات دي وانا بسأل اخواننا كانت عندي بتعمل ايه؟ لما كاميليا كانت زعلانه من جوزها وهربانه عند قريبها اللي طلع قبل كده وانكر تماما وجود كاميليا عندي. الحاجات دي كانت عندي بتعمل ايه؟ الصور دي. طيب ماشي. الصور دي احنا هنفرض فرضا ان انا طلعتها من استديو مثلا او من اي حاجه مثلا يعني. طيب بعد ما بتستعرضوا الصور، طب بقيت المستندات دي ليه؟ معايا بتعمل ايه؟ جات لي منين يعني؟ ماشي؟ هات يا اخي. اسال قدسك دي كانت معايا بتعمل ايه؟ اسال قدسك دي معايا بتعمل ايه؟ الاصل الخاصة بيها كانت عندي بتعمل ايه؟ وجبتها ازاي ومنين؟ الا انه يوم ما الايام اللي هي بتتها عندي. الورق الاصل بتاع التعيين بتاعها وكده. جالي منين قدسك؟ شهادة الميلاد الأصل اللي لا تعطى إلا لصاحبها. منين؟ شهادة التخرج بتاع الكلية. شهادة الكلية. منين؟ كشف الطب بتاعه وهي لسه رايحة الجامعة. منين؟ كل ده منين؟ بسأل قدس. لكن زي ما بقول لك بقى، زي ما قال أغابيوس، المسألة مسألة كرامة أمة. أنا بقول لك كرامة أمة هي فعلا كلمة حق، بس مش ليك بقى، هي فعلا كرامة أمة، كرامة أمة فعلا. وبإذن الله هلبسك الغواش قريب قوي بإذن الله. وأنت الحمد لله مورط نفسك توريطة تامة تامة تامة، ومعايا الأدلة عليك. ماشي؟ إنك كمان وأنت بتتكلم ورطت كل اللي معاك ورطت، عرفت؟ والحمد لله رب العالمين، جاء الحق وزهق الباطل، وظهرت المسألة واتضحت، وما هي إلا أيام 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 بسيطة جدا، ولازم أخواتنا يظهروا. الكلام ده ما بقولوش للإثارة ولا إثارة فتنة طائفية ولا كلام من ده، لأن إحنا أحرص الناس على وطننا، وإحنا أحرص الناس على وطننا، لأن ده وطن، دي بلدنا وده وطننا، وإحنا اللي بنطلب التعايش السلمي فيها مع بعض. لكن أنت للأسف نسيت حاجة مهمة أوريها لحضرتك. دي كاميليا وهي بتتعلم اسماء الله الحسنى الصحيح. ها؟ طيب هوريك حاجه تاني بقى بخطيه كاميليا وهتقعد تكتبوها، عرفت؟ وهي بتتعلم الصلاه يا ريس، وهي بتتعلم صلاه المسلمين. ده خطيه وعندي بقى الكلام. اللي بقى لحضرتك، فانا بقول لك دي بلدنا ولنا مطلب واحد اللي احنا ممكن نهدى فيه شويه، انه احنا بنطلب تدخل من القوات المسلحة او من الوزارة الجديدة، طلعوا لنا كاميليا والاخوات يقعدوا في سكن تابع للجيش،
لا عايزين شيخ ولا قسيس يزورهم لحد ما تتحدد لهم جلسة ويتقال لهم الآتي: يا بنات انتوا أحرار، عايزين تبقوا مسلمين، 75 مليون مسلم في مصر هيحموكم والجيش معاهم، وإذا كنتوا عايزين تبقوا مسيحيين 75 مليون مسلم والجيش وعليهم الثلاثة مليون أرثوذكسي هيحموكم معاهم. لكن المسألة مسألة حرية. فين المنظمات الحقوقية؟ فين؟ فين؟ فين مجلس الأمن؟ فين؟ فين؟ فين اللي بعتنا لك؟ فين؟ فين بعتنا لمجلس الأمن قبل كده باسم الأستاذ ممدوح إسماعيل؟ بعتنا لك الاستغاثة مترجمة وبالعربي ووعدتونا بالحضور. فين؟ فين منظمات حقوق الإنسان؟ فين منظمات حقوق المرأة؟ فين؟ فين؟ كاميلا شحاتة زاخر 25 سنة. كاميلا شحاتة زاخر ما تنفعش تحجز في دير. كاميلا قوانين الرهبنة بتقول لأ، لأن دي متجوزة ومعاها طفل، متجوزة ومعاها طفل ما ينفعش. طب حاجزها ليه؟ طب هي فين؟ فين؟ تطلع حضرتك ومش تطلع أنت، مش تطلعها بطريقة تورا بورا، لكن تطلع كده حرة. وبعدين سابها يا عم، شهر في إيد الجيش وهي تختار اللي هي عايزاه. أنا بقول لك عايزين نعيش في إطار الشفافية، بقول للجميع عايزين نعيش مع بعض في إطار الشفافية، تعال فتش المساجد، بس سيبنا فتش الكنائس والأديرة، تعال فتش وحد. إحنا اللي بنطالبك بالمساواة، إحنا اللي بنطالب الناس بالمساواة، سوونا بيهم يا جماعة، سوونا بيهم بس، عارف. وفي النهاية برضه أنا بقول لك المستندات دي في النيابة دلوقتي، وزي ما بتقول حضرتك إن إحنا أخدناها وأخدناها في سيارة، وبعدين رحنا فين وجالنا اتصال عملنا إيه وسلمنا فين، والزغاريد في ملاوي علشان عودة الخروف. أولا هي أنثى مش خروف، عرفت. وبعدين علشان عودة الخروف، عودة العودة لو هي عادت لك من نفسها كنت تفرح، لكن أنت خطفت وتعديت، وده لا يليق برجل دين ولا يليق برجال دين ولا يليق بدولة كاملة تتحد على على على, على ست اختارت عقيدتها. أمال فين الحرية؟ فين؟ فين؟ على العموم هانت وقربت خالص. ورغم ذلك انا بقول لك احنا بنقول كده، احنا ماشيين في الاطر القانونيه للان. والترق من الدماء، والترق من الدماء في سبيل الله نموت.